السلام عليكم، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا زينين. اليوم راح أتكلم عن خاصية موجودة في الآيفون. طبعا قبل هاي الخاصية ما كانت موجودة، كانت على شكل إنه تنزل التطبيق ويشتغل عندك الخاصية، لكن شركة أبل ضافت هاي الخاصية في الآيفون نفسها، فما يحتاج أي تطبيقات على مود تفعل هاي الخاصية. أول شيء الخاصية هي خاصية التعرف على الأغاني، يعني أي أغنية في أي مكان تسمعها وتعجبك الأغنية وتريد تحملها عندك، فقط تفعل هاي الميزة وتعرف صاحب الأغنية منه. طبعا أول شي لازم نفعل الخاصية، نروح على إعدادات الجهاز، ننزل على مركز التحكم، نجي هنا نضيف، هنا موجود التعرف على الأغاني، ندوس عليه وتحول عندنا فوق. هسه نطلع وحشغل اي اغنية من اللابتوب حتى نعرف انه الخاصية متفعلة عندنا او لا. طبعا من تنزل هذا راح تشوف اخر شي جوا موجود، راح اشغل الاغنية يعني ونشوف. نجي على الخيار هذا وندوسه، طبعا مثل ما نشوف طلع عندنا انه تعرف على الاغنية. اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى نوصل اسرع وقت ممكن للالف مشترك. ان شاء الله ما باقينا شي، وبجهودكم الطيبة راح نوصل ان شاء الله مثل ما وعدتكم، راح يكون هناك جائزة اول ما نوصل الف مشترك. شكرا والى اللقاء.